السلام عليكم وأهلا بكم بدرس جديد من الآداب الإسلامية، آداب الطريق. قال المعلم لتلاميذه: يا أبنائي، إننا يجب أن نتعلم الوصايا والإرشادات النافعة لنا، ومنها الإرشادات والآداب الخاصة بالسير في الطريق والمرور فيه. إن للمرور والسير في الطريق والشارع قانونا وآدابا يجب أن نحافظ عليها للحفاظ على سلامتنا وسرعة وصولنا واحترام حقوق الناس في الطريق. لذا يجب أن نراعي الآداب الآتية: أولا، من الخطأ أن نسير في وسط الشارع لوجود السيارات والدراجات، بل نسير على الرصيف المخصص لسير الناس. ثانيا، ومن الخطأ أن نسير جماعة فنسد الطريق على الآخرين. ثالثا، لا تعبر الشارع إلا إذا توقف سير السيارات، ويجب أن يكون العبور من المكان المخصص للعبور للحفاظ على سلامتنا وسلامة الآخرين. رابعا، لا يجوز أن نلقي الفضلات والأوساخ وقشور الفواكه وغيرها في الطريق، فإن تلك الحالة سيئة وضارة بالصحة وبجمال المدينة والقرية. خامسا، إذا وجدنا إنسانا يحتاج إلى مساعدة في الطريق فإننا نساعده، وإذ كان غريبا فإننا ندله على المكان الذي يريده. سادسا، إذا وجدنا شخصا يعمل عملا سيئا وضارا في الشارع مثل إلقاء الأوساخ أو الاعتداء على شخص أو تخريب الأشجار والأزهار، فإننا ننهاه عن ذلك وننصحه ونرشده. سابعا، إذا رأينا معارفنا وأصدقاءنا في الطريق نسلم عليهم، وكذلك إذا مررنا بأناس جالسين نسلم عليهم أيضا. ثامنا، إبعاد الأذى عن الطريق من الإيمان، والمقصود بالأذى ما يؤذي من حجر أو شوك أو غير ذلك. تاسعا، لا يجوز الاقتراب من الأجسام الغريبة كالمتفجرات والإبلاغ عنها. عاشرا، كف الأذى، الامتناع عما يؤذي المارة من غيبة وكلام سوء أو غير ذلك من الإيذاء بالقول أو بالفعل كالجلوس في الطرقات وقطع الطريق على المارة. الالتزام بقواعد المرور حفاظا على النفس وكي لا تكون سببا في جلب الضرر إلى الآخرين. نشاهد في هذه الصورة: لا يجب الاقتراب من الأجسام الغريبة كالمتفجرات والإبلاغ عنها. المناقشة: هل نسير في وسط الشارع؟ لماذا؟ من الخطأ أن نسير في وسط الشارع لوجود السيارات والدراجات، بل نسير على الرصيف المخصص لسير الناس. سؤال: متى نعبر الشارع ومن أين نعبر؟ لا تعبر الشارع إلا إذا توقف سير السيارات، ويجب أن يكون العبور من المكان المخصص للعبور للحفاظ على سلامتنا وسلامة الآخرين. سؤال: أين نرمي الأوساخ؟ لا يجوز أن نلقي الفضلات والأوساخ وقشور الفواكه وغيرها في الطريق، فإن تلك الحالة سيئة وضارة بالصحة وبجمال المدينة والقرية. سؤال: هل نساعد الناس في الطريق؟ إذا وجدنا إنسانا يحتاج إلى مساعدة في الطريق فإننا نساعده، وإذ كان غريبا فإننا ندله. سؤال: ماذا نفعل إذا رأينا شخصا يعمل عملا سيئا؟ إذا وجدنا شخصا يعمل عملا سيئا وضارا في الشارع مثل إلقاء الأوساخ أو الاعتداء على شخص أو تخريب الأشجار والأزهار، فإننا ننهاه عن ذلك وننصحه ونرشده. سؤال: إذا رأينا معارفنا وأصدقاءنا في الطريق فماذا نفعل؟ إذا رأينا معارفنا وأصدقاءنا في الطريق نسلم عليهم، وكذلك إذا مررنا بأناس جالسين نسلم عليهم أيضاً.